ولن لابد ما نأكدوا بأن النزاع اللي كتعرفوا المنطقة، أولا كانت السفارة ديال المملكة المغربية عملت واحد التوصية، أقول توصية لجميع الطلبة باش من الأحسن أنهم يعني يغادروا، وكان وضعت جوج ديال الأرقام ديال الهواتف، واحد هنا على الصعيد الوطني رقم أخضر وواحد يعني دولي للتجاوب مع الأسئلة التي يمكن أن تطرح. يوم 13 فبراير 2022 تم إحداث واحد الخلية ديال اليقظة لتتبع هذا الموضوع. يوم 14 قلت مركز النداء أحدث وانطلق عمله يوم 14 فبراير. إلى غاية صباح اليوم تلقى هذا المركز حوالي 795 مكالمة، وتجاوب معها وقدم كل المعطيات بخصوصها. مجموعة من الطلبة غادروا إما عن طريق الناقلين الوطنيين الذين نظموا رحلات خاصة لفائدة هؤلاء الطلبة، أو غادروا عبر مطارات أخرى وتمكنوا من مغادرة المنطقة. اليوم الدبلوماسيين المغاربة يمارسون عملهم ويتابعون الوضع. عددهم تقريبا، سي جمال بورفيسي طرح السؤال، عددهم 28 تقريبا دبلوماسي. فالأوضاع الآن يعني تحد ما عارفش فين غادية، لكن السفارة والطاقم الدبلوماسي المغربي يشتغل ويتابع الوضع ويستقبل الاتصالات ويوجه الطلبة وكل المواطنين المغاربة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.